صناعه البطل وفقد البطل كارثه. يعني لو هو مش من جواه بطل بقت مشكله. اللعيبه او الاربعه اللي انت ذكرتهم وردونا صدرونا شخصيه البطل ل 16 لاعب صحيح، والوارد بتاعهم كان 98 برونزيه العالم صحيح، ده الوارد صحيح. جه صدر هو بقى اللعيبه، هو استورد من اللعيبه دي واشتغل معاها واشتغل بقوه وعملوا كل حاجه وتمام التمام. حسن وليد ده بن اللي هو خد افضل باك شمال لاعب الشمس، ما تنساش انه في مباراه ل 98 هي اهم مباراه كانت في البطوله، مباراه صربيا في دور ال 16. كل يعني احنا خدنا العلامه الكامله ب 98 في المجموعه، لو ما كسبناش صربيا ما كناش خدنا الميداليه البرونزيه، لان انت لوك اوت خلاص تطلع بره. حسن ويد جاب اخر كوره في اخر 4 ثواني والتايم اوت واخده كابتن طارق، قال لهم الكوره معانا احنا اللي في ايدينا بقى، ما فيش حد تاني. عمل الكوره كده، هو الدفاع نفسه ما عرفش يوقف طول او يعني يقابل ايده، فده كان الموضوع. ده ورد لنا ايه؟ بورد لهنا البطوله ايه؟ افضل باك شمال صحيح، هداف البطوله صحيح. هو بدا يجود بقى صحيح. هو بدا يشوف الالمان والصرب والباك بيعمل ايه، هو كمان بدا عايز يطلع للمستوى اللي شافه بتاع باك فرنسا ويشوف الباك وهكذا. فطل عاش، هي دي مرحله، تشبع. دي مرحله التكوين اللي بتحصل للاعب الناشئ بالتاكيد طبعا يعني.